مرحبا برج العذراء، أهلا فيكم في القراءة العامة. القراءة تصلح حق الطالع الشمسي وأيضا القمري أو أي من الكواكب عندك موجودة في برج العذراء. بس عزيزي المتابع، أنت اللي لازم تشوف القراءة وتحدد إذا تنطبق عليك ولا لا. إنزين، هني راح نتناول الجوانب العملية أكثر لحياتك. في برج العذراء عندنا الأموال، الوظيفة، المشاريع، حتى الدراسة. وبشكل عام راح نلقي نظرة على الحياة العاطفية، وآخر شيء ننتهي بالمفاجأة اللي خبيها لك. أول شيء جانب الأموال في برج العذراء، خلينا نشوف شلون راح تكون أموالك خلال هالشهر. أوكي، راح يصير عندك تغيير مفاجئ في الصرف. يعني في أموال أشوفك هني أنت يا برج العذراء حاطنها على جنب من أجل اليوم الأسود، ولكن في شيء، شخص، ممكن يكون شخص، ممكن يكون شيء معين تحب أن تحصله عشان نفسك، شيء يخص الحب. الحب مو فقط شخص، ممكن أحب أني أسافر، ممكن شفت عقد وقررت، أو مجوهرات أوكي، أو سيارة حتى، ولو ان هذا الشيء ما كنت مخطط انه راح اشتري. زين، هذا الشيء راح ياثر على ميزانيتي، ولكن راح اكون جدا مرن خلال هذا الشهر واشتري لنفسي الشيء اللي احبه. برج العذراء خلال هذا الشهر قاعد يذهب يصرف امواله على الاشياء اللي يحبها. في شيء او شخص اوكي هو اللي راح تصرف اموالك عليه. ممكن تصرف، ممكن شخص قال لك انت بخيل، تحاول تراضيه فتصرف عليه فتستميله. ممكن لقيت سويت شوبينج وعجبك شيء خارج عن ميزانيتك، اوكي راح شوية يتعب ميزانيتك، ولكن مو لدرجة انه يقصفها، لا، راح يكون في اعادة ترتيب للاولويات. كان ما هني برج العذراء يقول حساب التوفير مو وايد ضروري، لازم اول شيء احصل الاشياء اللي احبها، السيارة، البيت، الزواج.